شوي. احنا شوية بنبقى حملة على الولاد لانه هو بيبقى خايف يعني لازم بيتعامل مع الضرب وفي نفس الوقت خايف على البنت اللي جنبه سواء يعرفها او ما يعرفهاش. الجدعانة اللي بتشوفها جوه انا عمري شفتها في حياتي ودي حاجات من يعني ليا انتماء ليها قوي ان انا اشوف ولد ما يعرفنيش ولا عمره شافني وعلاقته بيه ان هو عايز يحميني ويتاكد ان انا طلعت بسلام.